قضية الجنوب قضية محورية لن تؤجل أو ترحل، وسنعمل على استعادة عضوية الجنوب في الأمم المتحدة. جملة قالها الرئيس الزبيدي في أكثر من مناسبة، وهي رسالة واضحة الهدف والمغزى. لن يخضع المجلس الانتقالي الجنوبي لأي ضغوطات، والوقوف خلف الانتقالي في هذه المرحلة الصعبة من عمر الثورة والنضال الجنوبي خيار وحيد لا ثاني له. شعب الجنوب ملتف حول المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس الزبيدي حتى تحقيق هدف استعادة دولة الجنوب، فالمجلس بات الخيار الوحيد للوصول بالجنوب إلى بر الأمان. فالجميع يتربص بالمجلس ويتمنى سقوطه اليوم قبل غد كي ينقض على الجنوب وعلى كل ما فيه. يعمل الرئيس الزبيدي دون كلل أو ملل لخدمة قضيته وشعبه، حيث شملت تحركات الرئيس الزبيدي الأخيرة على كل الجوانب في الجنوب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً وثقافياً ورياضياً وتنموياً. هناك مؤامرة واضحة ومكشوفة ضد الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهدفها إخضاعه لتسويات تضرب قضيته العادلة، وكل قوى الشمال اليمنية تتوحد لأجل استهداف الجنوب وقضيته وشعبه وقوته. وأمام مؤامرات الأعداء الكثيرة واستغلال جماعة الإخوان امتلاكها الحقائب الوزارية السيادية والاقتصادية لتأزيم الوضع المعيشي في الجنوب وإفشال المجلس الانتقالي والرئيس الزبيدي، فإن تجديد الولاء للرئيس عيدروس الزبيدي بالمضي قدما في كل الظروف حتى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة على كامل ترابها الوطني واجب على كل جنوبي يريد الرفعة لوطنه وقضيته. شعب الجنوب يعي ويدرك تماما أهداف هذه المؤامرات التي تدور اليوم، أما يعانيه شعب الجنوب اليوم من حروب متعددة الأوجه ما هي إلا طريق عبور إلى مستقبل أفضل في دولة جنوبية مستقلة. الجنوب وطن سيدافع عنه أبناؤه ويحميه مهما تعاظمت الأزمات. صقور الجنوب.